رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا بقى الفقرة دي، فقرة بصراحة مهمة جدا لكل المامز اللي بتتفرج علينا. كلنا بنبقى عايزين نطلع الأطفال الحلوين بتوعنا بروفيشنال في الإنجليش، ونأسسهم من هو صغيرين. حتى لو احنا مش شاطرين في الإنجليش، بنبقى عايزين نطلع أولادنا بيرفكت جدا في الإنجليش، لأن طبعا كلنا عارفين إن الإنجليش دلوقتي بقت مادة من الأساسيات ولغة من أساسيات حياتنا. هنسهل عليكم ده كله مع الفقره بتاعه النهارده ان شاء الله. خلونا الاول نرحب باللي منورانا النهارده في مساء السعاده، ميس ندى. ازيك يا ميس، عامله ايه؟ الحمد اخبارك لله ايه؟ اقول لك يا ميس ولا يا ندى؟ بس هقول لك يا ميس عشان الاطفال دول يعني اللي عجبك از لايك. طيب، ونرحب بالاطفال الحلوين. قولي لي اسمك ايه؟ امسكي كده المايك وقولي. اماندا. اماندا، اسمك اماندا. انت عارفه ان اسم اماندا ده براند ميك اب؟ يعني ايه اماندا بقى؟ عارفه معنى اسمك؟ اسمه ايه؟ معناه ايه؟ انا بسالها هي. اسمه ايه؟ قمه الحب. قمه الحب، ماشي. ادي المايك للي بعدك. اسمك ايه يا قمر؟ ملك. اسمك ملك. انت جميله يا ملك. ادي المايك للي بعدك. اسمك ايه؟ ازاد. ازاد، انتوا الاثنين اساميكوا غريبه، اماندا وازاد. انتوا اخوات؟ انتوا اخوات. انا عرفت من الشعر مين اللي عامل لكم شعركم الحلو ده. مين؟ طنط جيجي. طنط جيجي، طنط جيجي اتفضحت النهارده منورانا يا طنط جيجي. طب قولي لي معنى اسمك ايه يا ازاد؟ الام الحره. الام الحره. طيب والقمر الصغنن ده، اديله المايك. اسمك ايه يا جميل انت بشعرك الحلو ده؟ مالك، على اسم ابن اختي. انت قمر يا مالك، منورنا يا قطايتي حلوين. قولي بقى كده، هقول اريو. ايه ده، انت مش عارف؟ ميس ندى شكلها مش مهتمية بيك. طب خلونا الاول نعرض كده قبل ما ندخل مع ميس ندى في التفاصيل، فيديو على الشاشة مع ميس ندى والأطفال الحلوين. مش شاطرة في الانجليش، اخلي ابني او بنتي يطلع شاطر من الانجليش، وابدأ من سن قد ايه؟ تمام، اوكي. طيب هو ده مش بيفرق هل انا شاطرة في الانجليش او انا مش شاطرة في الانجليش، لان كلنا بنبقى عاوزين ان احنا نأسس ولادنا اكتر من سن صغير. تمام. من سن قد ايه بنبدأ التأسيس؟ من سن 3 سنين ونص. 3 سنين ونص، اشمعنى النص؟ معلش يعني دقيقة ليه كده؟ لان بيبتدي الطفل في الوقت ده بيستوعب اي حاجة، حتى لما بتوري له اي حاجه في التي في بيبتدي يلقطها، لما بيشوف حاجه. قبل كده ما تعبش نفسي؟ لا، قبل كده صغير جدا، يعني ممكن تشغليه سماعي، يعني اللي هو مثلا نتكلم معاه بالانجلش، يتفرج على كرتون في الانجلش، تشغلي سونجز بالانجلش. في طبعا كرتونز وفي فيلم، في ممكن اي حاجه انت ممكن تشغليها له. طيب، سواء ده انا شاطره في الانجلش او مش شاطره في الانجلش. نرجع بقى لسن 3 ونص، ببدا اعمل ايه؟ بتبداي تعملي ايه؟ بتبداي لو انت هتوديه الحضانه، بتوديه حضانه متخصصه. انت مثلا حابه تدخلي مدرسه لانجويج، بتدخليه حضانه اللي بتاهله ان هو يدخل ايه؟ مدرسه لانجويج. تمام. بعد الحضانه بتبتدي انت في البيت بتتكلمي معاه انجليش كتير، بتبتدي انت توضحي له حاجات بالانجليش، تشاوري له على كل حاجه وتقولي دي معناها كذا، دي معناها كذا. مش بالعربي، بالانجليش، لو انت حابه ان انت بتنمي اللانجويج عنده اكتر. طبعا بتخلي بابا واخواته وكله يتكلموا معاه بالانجليش. طيب، ما هو انا قلت لك لو افرض انا ام او البيت والاسره بتاعتي، انا جوزي اخوه اخته مش شاطرين، مش بروفيشنال في الانجليش، فانا انا برضو بالنسبه لي هيبقى صعب عليا انه انا اتعامل معاه بالانجليش، لانه انا اصلا مثلا شخص مش شاطر في الانجليش. تمام. هبدا اتعامل معاه ازاي؟ هبقى خايفه اتلخبط، هبقى خايفه اقول كلمه غلط، هبقى خايفه اقول السبيلنج بتاع الكلمه غلط، فهو يبدا يتعلم مني حاجات غلط وانا فاكره نفسي ان انا كده بعمل الصح. أوكي. اعمل ايه ده؟ ما انا قلت لك بقى احنا هنودي مكان متخصص، في ناس متخصصين هيبداوا ان هو ايه يتعاملوا معاه ويأسسوه. ومن هناك انت بتبتدي تساليهم واحده واحده، انا اعمل معاه ايه في البيت. هتبتدي التيتشر اللي في الحضانه او التيتشر اللي في السكول تبتدي ان هي تاهلك وتقول لك انت هتعملي معاه كذا، نمبر 1 2 3 ستيبس كده انت تعملي معاه ايه في البيت. حتى لو انت مش بروفيشنال، انت او باباه او اخواته،
تبتدي تأهلي بناء على تعاونك مع التيتشر اللي في الحضانة المعينة اللي انت مودياه ليها. طب قوليلي، هو الـ البيت بنسبة كام في المية عليه عامل أكتر من السكول؟ يعني هقول لك الحاجة، هو دور البيت دور ما يقلش أهمية عن دور السكول. ليه؟ لأن هو دور مكمل أو دور تكميلي لدور السكول. ازاي؟ يعني الناس اللي فاكره انا خلاص وديت مثلا ابني السكول دي لغات، تمام، ناشونال انترناشونال واتيفر، يعني انا خلاص تمام السكول تمام ودي اسم والميساد جوه تمام وكل حاجه، فانا اكبر دماغي ابني لما بيجي بيلعب وبس، ده كده غلط؟ طبعا غلط. طبعا البيت عليه عامل، هو بيقعد قد ايه في السكول؟ كام ساعه؟ بالظبط 3 4 مثلا ماكسيمم، بنخرج ماكسيمم 6 ساعات مثلا او 7 ساعات. طيب بيقعد معاكي انت بقى في البيت قد ايه مع مامته؟ قد ايه الوقت؟ طبعا اطول معظم الوقت. طبعا غير الايام اللي ما بيكونش فيها فيها سكول. طب درس خصوصي، الدروس الخصوصيه للاطفال اللي انت بتتكلمي على السن بتاع 3 ونص او 4 او 5 او كده، لو انا ام مش قادره ما عنديش القدره انه انا اطلع ابني واذاكر له وابقى مع بعد السكول انا متابعاه، تبتدي توجهي لحد متخصص بيجي لك؟ طبعا بيجي لك طبعا البيت. انت لو انت زي ما انت بتقولي مش مؤهله ان انت تذاكري له لوحدك بعد السكول، لو انت مثلا على غير درايه بالانجلش بالانجلش او تقدريش مثلا انت تقريها او وات ايفر، ما عنديش وقت يعني اي حاجه، او لو انت بتشتغلي او بالزبط. انت مش فاضيه تبدأي عادي الدروس الخصوصيه. طبعا يعني الدروس الخصوصيه اصل في ناس بتبقى مفهومها لما يكبر في الاعدادي في الثانوي نبدا ندي انجلش بقى وكده، انما انا شايفه انه عشان ننمي الطفل او ابننا او بنتنا على موضوع الانجليش ده بالذات، لانه ده بيبقى فعلا زي تعوده من الصغر، فالدرس الخصوصي حتى لو مش هدي في باقي المواد انا ابدا اساس من الانجليش دروس خصوصيه من هو صغير. طبعا صح كده. طبعا. طب انا عارفه ان انت بتدي كورسز، فهميني بقى وكلميني كده عن الكورسز، انا اول مره اشوف كورسز انجليش لاطفال صغيره، دايما كورسز مثلا بقى ليفل 1 2 3 ده للناس سننا وكده، الاطفال ايه بقى والمكان فين واستوعبوكي؟ بصي الاطفال لو انت حابب ان انت بتدي لهم كورس في سن صغير زي كده، طبعا في اماكن كتير بتدي كورسز للاطفال. بتبتدي ان انت بتعرفهم شويه معلومات او انفورميشن عن الفوكاب او شويه جرامر، تبتدي تعلمهم ان هم يعملوا كونفرزيشن بينهم وبين بعض، ان هم يتكلموا، ده هيسأل وده هيرد عليه، تبتدي انت تنمي معاه ثقافة الحوار شوية. فده بيبتدي الكورس من سن صغير، لكن مش معنى كده ان انا ادي كورس لما الولاد يكبروا بس، لا، في كورس للاطفال طبعا في اماكن كتير. مجهود الكورس الانجليش بتاع الاطفال بيبقى اعلى طبعا واصعب، بيبقى متعب اكتر من الكبار. صح. ان هو بيحتاج منك انت بتبدأي من الستيب زيرو من الاول. لا، ما خدي بالك انت ممكن برضو تبدأي من الستيب زيرو مع شخص كبير، بس استيعاب، وطبعا انت بتدرسي الطفل غير لما تكوني بتدرسي طبعا، وبيرجع طبعا لقدرتك على السيطره عليه والكنترول والتعاون مع البيرنتس في البيت مع بابا ومامته، ان هو بيتعاونوا معاكي. وطبعا كل ما كان الام متعاونه اكتر بتسهل عليك الموضوع، ما بيتعبكيش اكتر. طب كلميني كده بقى عن المناهج الجديده اللي نازله لبرايمري 1 وبرايمري 2، وسهله ولا صعبه، وايه الفيدباك بتاعت الاطفال عنها؟ بصي هو نازل لبرايمري 1 و2 وكانت نازله برضو للكيجي مناهج جديده، هي الكونكت والكونكت بلس، تمام. راي الاطفال فيها او راي الناس عموما فيها هي بصراحه في قمه الصعوبه، لان هي طبعا لسه في قمه الصعوبه، لسه مناهج جديده. هما بيصعبوا على الاطفال ولا بيسهلوها؟ بصي هو حلو ان انت تنزل منهج جديد، يعني ده حلو لو انت حابب تطور تطور، بس ما يبقاش بكميه الانفورميشن دي. وكمان الكونكت بلس طبعا انجلش ومنزل معلومات انفورميشن كتير جدا عن الساينس. هو ايه الفرق بين الكونكت والكونكت بلس؟ الكونكت والكونكت بلس، بصي الكونكت ده منهج عادي المفروض ان هو كان بينزل للمدارس العربي. الكونكت بلس كان المفروض ان هو يبقى على المدارس اللانجوج وانترناشونال بس، بعد كده طبعا الوزاره فرضت الاثنين على المدارس كلها، فبقى طبعا كميه كبيره على الاطفال، لكن هما الاثنين منهجين قريبين جدا من بعض وتكميليين لبعض، حتى الانفورميشن مشتركه بينهم، حتى الفوكاب والجرامر الاثنين قريبين من بعض. بس ان انت تدرس الكم ده كله لطفل في سن صغير طبعا بيبقى كميه عليه. طب خلونا كده نسال الاطفال الحلوه دي، قولوا لي كده يا حلوين انتوا ايه رايكم بقى في المنهج بتاع الكونكت والكونكت بلس؟ هبدا باماندا، مالك يا حبيبي، ادي المايك كده لاماندا، علي صوتك كده بقى عشان الناس تسمعك، قولي لي ايه رايك بقى في المنهج الجديد بتاع الكونكت والكونكت بلس، سهل ولا صعب؟ الكونكت بلس اصعب من الكونكت العادي. الكونكت بلس اصعب من الكونكت العادي، يعني انت الكونكت العادي ده سهل بالنسبه لك؟ حلو تمام، الكونكت بلس هو اللي عندك فيه مشكله. طب مين اللي بيذاكرهم لك؟
مامي وبابي. وبتفهمي من ميس ندى ولا لا في الكلاس؟ بفهم في الدرس. بتفهمي ولا عشان ميس ندى قاعده تخافيش ادافع عنك؟ طيب ادي بقى الكوكي اللي بعدك الجميله دي، قولي لي ايه بقى، المنهج صعب ولا سهل؟ الكونكت والكونكت بلس. هو الكونكت بلس صعب الكونكت بلس صعب والكونكت العادي سهل. يعني انت برضو شايفه زي اماندا ان الكونكت سهل والكونكت بلس صعب. هما اللي هما بيقولوه ده فعلا حقيقي؟ حقيقي. الكونكت بلس اصعب، فيه انفورميشن اسهل ومبسطه شويه عن البلس. البلس عالي قوي عن المستوى اللي ممكن هم يفهموه. يعني انتوا نفسكم المنهج بتاع الكونكت بلس ده نغيره، نشيله ونجيب حاجه كده زي الكونكت. طيب ماشي، ادي بقى الازاد. انا بتلخبطه في اسمك. ازاد. ماشي، قولي لي ازاد برضو شايفه ان الكونكت سهل. بصي لي انا. شايف الكونكت سهل والكونكت بلس ايه؟ يعني ايه رايك فيهم؟ الكونكت بلس هو اللي صعب، الكونكت سهل برضو. طيب انتوا الثلاثه في برايمري 2 صح كده؟ انتوا صحاب بقى؟ انتوا طبعا الاثنين اخوات. انتوا صحاب ملك؟ صحابها. طيب ادي بقى اللي مالك. انا شايفه ان انت مش رايق للكونكت ولا الكونكت بلس، انت بتعمل شعرك وزي الفل. قول لي بقى كده، انت في برايمري 1 صح؟ لا ما تهزش راسك، انا مدياك المايك اتكلم. قول لي، سمعني صوتك. انت في برايمري كام يا مالك؟ انت في برايمري ايه؟ 1. طب ما انت صوتك حلو اهو يا مالك. طب قول لي بقى، الكونكت والكونكت بلس شايفهم صعبين ولا انت شاطر وبتعرف تذاكرهم؟ قول. ما اعرف اذاكرهم انا وماما. انا ومامي. انت وماما بتعرف تذاكرهم. طيب انتوا عسل قوي 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 كلكم، منورينا النهارده. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع القطاقيط الحلوين. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ميس ندى والقطاقيط الحلوين اللي مجننيننا في الاستوديو. قولي لي بقى يا ندى، الكتب الخارجيه مهم ان احنا نشتريها لاولادنا ولا نلتزم بكتب المدرسه؟ بصي هقول لك على حاجه حلوه جدا، البوينت دي ان انت سالتي فيها، لان في كتير بيرنتس بيسالوني على الموضوع ده، يعني هل انا كفايه ان انا اجيب كتب المدرسه ولا لازم ان انا اجيب كتب خارجيه؟ هقول لك على حاجه، هو لو الوزاره موفره في كتاب المدرسه سواء الاكتيفيتي بوك او الستودنت بوك، موفره كم البراكتس المفروض ان الطفل يحله عشان يتاهل للكويز اخر السنه، هي لو موفره لي ده انا مش هلجا لكتاب خارجي. لكن للاسف هو معظم الاسئله او الكويشنز اللي في الاكتيفيتي بوك شويه اكتيفيتيز بسيطه كده معتمده على الرسم والالوان مش مؤهله، لكن لما تجيبي دلوقتي كتاب خارجي بتبص فيه بتلاقي الاسئله نفس الفورم بتاع الكويز اخر السنه، يعني عندك سواء سبلاي انسر تشوز ري ارينج، دي بتكون نفس النمط بتاعه الكويشنز اللي بتيجي اخر السنه، فبضطر ان انا كبيرنت ان انا اروح اشتري كتاب خارجي من بره عشان اذاكر لابني يتاهل للامتحان. للامتحان يعني مهمه، مش حاجه طبعا الناس لان كتاب الوزاره مش مؤهل الحته دي عنده. طب قولي لي بقى يا ندى، ازاي بتسهلي عليهم؟ لان انا طبعا شايفه الفيدباك بتاعتهم كلهم عن خصوصا المنهج بتاع الكونكت بلس انه صعب. ازاي بتسهلي عليهم الشرح؟ يعني ازاي بتشرحي بطريقه ابسط؟ تمام. بحيث ان انت تجيبي عقول كل الاطفال، لان احنا اكيد زي ما احنا عارفين ان مش كل الاطفال نسب ذكائها واحده. اكيد. لو في واحد هيلقط في 10 هيقعدوا مخهم مش فاهمينك. اكيد. فقولي لي ازاي بتوصلي لعقول اقل طفل في نسبه الذكاء، وازاي بتسهلي عليه الشرح، لان دي بتبقى شطاره الميز بقى هنا بتعرفي يعني. بصي هي مهما كانت كم الانفورميشن عاليه اللي في الدرس اللي مثلا احنا هناخده النهارده في السيشن، بتبتدي ان انت تبداي من ستيب نمبر 1 ستيبس، تبتدي تعملي فيدباك على حاجات قديمه قبل ما تخشي في السيشن او موضوع السيشن الرئيسي نفسه الجديد. في طبعا في فلاش كارد بتستخدميها، صور مبسطه عن الفوكاب اللي هياخدوها النهارده بتعرضيها عليهم، في طبعا سونجز وفي حاجات معينه وداتا بتعرضيها على سمارت بورد بتوريها لهم، يقدروا يشوفوها اكتر، يبقوا كوميونيكيشن اكتر مع الداتا الجديده اللي انت بتديها لهم، فده بيبسط لهم الحاجه واحده واحده، تبقى انت بتشرحي الحاجه بطريقه فيري ايزي شويه. تمام.
نورتينا يا ندى النهارده. عايزين نختم بقى انا عرفت قبل الحلقه انه انت يا عسل. انت تعالي بس هنا الاول جنبي كده يا ملوكه. تعالي تعالي كده بالمايك. اقفي هنا كده وانتي بس وشك للكاميرا كده. انا عارفه ان انت صوتك حلو صح؟ قالوا لي ان انت صوتك حلو، وانا بصراحه عايزه اسمع كده سونج منك نختم بيها الحلقه الجميله. في على طول سونج بتحفظي انت او بتحبي ميس ندى؟ بتحبيها وبتفهمي منها؟ تمام يعني؟ تمام. طب اهدي بقى لميس ندى كده اغنية. بس بعدي كده المايك شوية. يلا ابصي للكاميرا. غني لي. وغني يلا اغنية كده حلوة. هتغني الاول انجلش ولا عربي؟ انجلش بقى عشان انتي بقى التيتشر انجلش. صح؟ English. طب. نو عربي. يلا بصي بقى للكاميرا هنا دي. شايفة دي؟ يلا بصي بقى كده. وابدأي يلا 1 2 3. I love you. You love me. We are happy family. It's a big, big part. I didn't miss it to you. One, two, three, love me too. واو الله سقفولها سقفولها يا حلوين. سقف يا مالك سقف يا حبيبي. ايه الجمال والحلاوة دي؟ صوتك كده انت عرفتي بقى ان صوتك حلو من مين؟ مين اللي قالك ان صوتك حلو؟ مامي ولا ميس ندى؟ ميس ندى ومامي. ميس ندى؟ وانتوا كلكم بتحبوا ميس ندى؟ تفهموا منها كلكم؟ كلنا. مالك انا حاسه انت مش معانا. ايه انت نايم؟ انت نايم. ماشي حبيبي يلا روحي اقعدي. نورتوني يا حلوين ونورتينا يا ندى. وان شاء الله الناس تكون قدرت تستفاد من الحلقه، وان شاء الله نقدر كلنا نعلم ولادنا انجلش بطريقه سهله. لو في اي استفسار او في اي حاجه او في اي كورسز حد عايز يديها لميس ندى او لاولاده يشتركوا مع ميس ندى في الكورسز بتاعتها، الارقام هتبقى موجوده معانا على الشاشه. اردوها. استنونا الاسبوع الجاي في حلقه حلوه، ويا رب ويك اند حلو على كل الناس اللي بتتفرج علينا. باي باي.